مات وحده على قبل اي حاجة. انت محتاج ترجع تشوف الفيديوهين دول. اسمع الكلام اسمع الكلام. انا عارف بقولك ايه. مع اول ثانية من دقات البيت هتحس كأن في سلسلة لفت حوالين جسمك، اجبرتك تستنى، الزمتك تتعرى قدام كل مشاكلك. وده لصدق كلمات الأغنية. اسمح لي اخطفك في رحلة جوة تراك أنتي أو أمي، الرحلة اللي موسى بيعرفنا فيها كل أسرار صندوقه الأسود، رحلة هنخش فيها جوة عقل موسى وهنفهم كل حاجة حس بيها موسى وهو بيكتب التراك ده، وبيوصف شعوره بالضياع والتشتت واليأس والضعف، كل مشاكله مع أمه اللي ساب الطفل يعيش التجربة القاسية دي لوحده ويعيش كاره الواقع ويتمنى يكون في الخيال بكل إحساسه، يكره شكله وجسمه ونفسه ويتمنى لو كان شخص تاني أو في جسم حد تاني، ويهرب من الواقع اللي فيه الكل بيكرهه حتى أمه. هنحاول نجاوب على شوية أسئلة مهمة، لكن الأول اهلا بك يا صديقي في بطن الحوت. لو اول مرة تشوفني فانا الحوت وبقدم محتوى فاخر زي ما انت شايف. وبالمناسبة دي اسمح لي اطلب منك تشترك في القناة وتنضم للحيتان اللي بفضل الله العيلة بتكبر يوم عن يوم. الحزن مشاعر بشرية طبيعية من ضمن مشاعر بشرية كتير. المشاعر دي بنشوف نتيجتها مش بنشوفها هي. انت بتشوف اللي بيحب بيعمل ايه فبتفهم انه بيحب، واللي مكتئب عامل ازاي فبتفهم انه مكتئب، واللي سعيد بيبان على وشه. المشاعر اللي انت بتحس بيها مش دايما بيكون سهل عليك تشرحها بشكل يفهمه الشخص اللي هتشرحها له، لانها حاجة مش ملموسة، هي فقط حاجة بتتحس ومقفول عليها جوا صدرك بنفهمها بس، اما بتترجم لحاجة تانية ملموسة نقدر نتفاعل معاها. المشاعر حاجة انت بس اللي بتحس بيها، حتى لو حواليك البيت كله وكلهم قاعدين جنبك. لحد دلوقتي ده الطبيعي، لكن اللي مش طبيعي ان الطفل يطلع منه كل الحزن ده. سيبك من هو كان حاسس بايه وقت ما كتب التراك، لانه مش النتيجة اللي ممكن نتفاعل معاها، لكن الاوتبوت اللي ممكن يتقاس ونتفاعل معاه هو تراك ايقوني زي تراك انسي. تراك انسي اللي مليان مشاعر واحاسيس اتكتبت واتغنت صح، ونتيجة لانها صادقة وطلعة من موسى بشكل صادق، وصلت قلبك وخلتك تسقط كلامها على نفسك. مش كده وبس، لا كمان تعيش معاها نفس حالته وتتعاطف معاه، ويمكن كمان تكون بتخاف تشغل الأغنية دي في سماعاتك لتجبرك تخش في مود الحزن غصب عنك. لحد دلوقتي لسه ما بدأناش أي حاجة، لكن المقدمة الطويلة دي كان لازم منها عشان تفهم اننا في الحلقة التالتة من شرح ألبوم OV هنتكلم عن المشاعر بشكل خاص. فلو ما شفتش الجزئين اللي فاتوا انصحك تشوفهم قبل ما تبدأ في الرحلة، او بلاش الرحلة، هنبدأ في الغوص جوه اعماق تراك انسي، واوعدك هرقصك على حافة الجبل. فلو بتخاف او بتتأثر بلاش تكمل الحلقة دي، لانها ممكن تتعبك نفسيا وانت مش ناقص. إنما لو تمام والصحة النفسية بومب، اسمح لي أطلب منك تعمل لايك وتلبس سماعاتك وتطفي النور، ويلا بينا نعيط سوا. التناقض مش ان افعالك تكون عكس اقوالك بس، ده ممكن نسميه نفاق. التناقض بصورة اوسع ان كلامك يبقى عكس بعضه. ازاي كمية الكره ده لشخص معين وتوجيه كل التهم له انه دمر حياتك تكون لنفس الشخص اللي ربنا جعله سبب وهبك الحياة منه؟ ازاي نفس الشخص ده يكون هو سبب تدميرك وكرهك لنفسك وشكلك؟ ازاي الحالة دي ممكن تكون موجودة فعلا في الحقيقة؟ دي حاجة انا شخصيا ما صدقهاش الا في سياق فيلم درامي لمخرجين ورا الاخراج فكرة معينة او رسالة مخفية بيوصلوها للمشاهد.
دي حاجة بتخالف كل قوانين الفطرة اللي ربنا خلقنا بيها ووصانا اننا لما نكبر نحاول نرد جزء من الجميل ده للام بوجه خاص. سؤالي ليك هنا، هل انت مصدق ان ده حقيقي؟ في ام قلبها يطوعها تعمل كده مع ابنها، ولا كل ده من وحي خيال موسى ونتيجة لاكتئابه بيشوف اي طريقة يقدر يخلي الناس تتعاطف معاه فبيقول كل الكلام ده؟ انا اعرف ناس ممكن تقول انها مريضة عشان تلم تعاطف من اللي حواليها، لكن ده بيسبب لهم مشاكل نفسية، وفعلا اما بياخد الاتنشن او الاهتمام اللي كان نفسه يلاقيه بيدمن حالة التمرد اللي بتجذب التعاطف ليه. خليني اقول لك حاجة انا شخصيا مستبعدها، موسى مسمي نفسه موسى نسبة لسيدنا موسى، وده اللي فهمته لو كنت فعلا شفت الجزئين اللي قلت لك شوفهم. بس شوف الفرق بين موسى بتاعنا وسيدنا موسى. واحد امه ربنا قال لها ترميه في البحر وهو رضيع عشان ارادة ربنا وعلمه سيدنا موسى ينجى من فرعون، وبعد كده يرجع تاني لام سيدنا موسى بعد ما رمته بايدها في البحر، وربنا ربط قلبها عشان تعمل ده. وواحد شاف فقط كل اللي حصل معاه بالطريقة اللي عبر عنها في الأغنية. ممكن موسى يكون هو اللي استعجل وما شافش ان اللي امه عملته معاه شيء ليه سبب ربنا اعلم بيه، زي سيدنا موسى وام سيدنا موسى. وفعلا مرحلة رددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن لسه ما جاتش، ولا موسى هو اللي شطان وعمى عينيه عن ان ربنا ليه تدابير ما بنعلمهاش الا في الوقت المناسب. بس في كل الاحوال موسى بتاعنا واعي كفاية، ودي هي المرحلة التانية او الجزء التاني من الرحلة بتاعتنا. اللي كنت عايزه ان ما كنتش موجود، ما فيش سم هيقتلك لان الجسم مسموم، حاولت ان اكون حيادي زي ما قلت لك في الاول، بس ما فيش لبن هيضحك على اللبن المسموم. انا ليه بقول ان موسى واعي لكل كلمة بيقولها وبيكتبها ومش متساء من اكتئابه؟ عشان بيبدأ التراك بانه هيحاول يكون حيادي وبينهيه بانه حاول يكون حيادي برضه نفس الجملة، فهو عارف بيقول وبيعمل وبيكتب ايه رغم صغر سنه وقت التراك. انت فاهم طبعا ان الاكتئاب ليه تأثير سيء جدا، ممكن يوصل المصاب بيه لانه ينتحر لو نفسه ضعيفة، لكن الوعي بيخلي عينك تشوف اوسع من الدايرة اللي بتصغر عليك. الاكتئاب الحقيقي مش اللي بتشوفه في المسلسلات، ها؟ الاكتئاب ده لعنة ربنا يعافينا منه. موسى واعي لنفسه، ناضج للي بيمر بيه، وخلي بالك المشاكل بتخليك تكبر سنا، تضربه في 2 فتبقى 20 سنة، بس دماغك توزن بلد. ربك بيعلمنا من كل حاجة وكل موقف بنمر بيه. قولي كده كم مشكلة حصلت لك اتعلمت منها ودماغك اتغيرت بعدها، وما بتفتكرها بتحمد ربنا عليها. ايوه اللي جات في دماغك دي. لكن ده ما يقللش من ان وقتها انت بيضيق عليك السما وبيضيق عليك اوسع مكان تقدر تشوفه عينك. وهنا نقدر نكمل سوا رحلتنا ونروح سوا للمرحلة التالتة، وهي مرحلة الضعف اللي موسى بيحس بيها وبيعيشنا معاه، وبيعبر فيها بأسلوب بيأكد ان الإبداع والفن على مر العصور بينتج نتيجة للمعاناة والضعف. ضعف المعاناة لكل الناس مش حكر على الستات. طالما انت انسان متكون من مشاعر طبيعي انك تحس بمعاناة وضعف وتقع، والمفروض تتقبل ده وتنتصر على ده. ويوم حلو ويوم وحش، هو طول اليوم الوحش وشربنا من كاسه لحد لما طعمه بقى عادي ما بقاش مر. بس اقولك حاجة، بار زي ده خلاني مرة اعيط، اصلي مش قادر اتخيل انت بتقول على امك انسانة في عينك مش قادر تشوفها، ام عملت فيك ايه لكل ده؟ مش قادر استوعب اللي حصل معاه. تعاطفي لوحده بيقولي انت لو مش متعاطف تبقى ما بتحسش، وعقلي بيقولي ده كله مش طبيعي، ده اكيد بيحور. انا بخاف اسمع التراك ده زيك بالظبط، بتأثر بيه وفي برات معينة بتكلبش في دماغي وبفكر فيها. بار زي انا كنت لعبة وسط محل العاب، تضحك عليك بكلمة علشان تبقى
الحدوتة كلنا سمعناها من موسى، ما بالك بقى لو أمه كانت عايشة وسمعت الأغنية وردت عليه وسمعنا ردها، تفتكر هيكون عامل إزاي؟ ولا تفتكر ليه كفاء عليا خلفتك يا طنط؟ ولا أقولك يا إيه بس؟ من بار لبار وسكيمة لسكيمة، بتفهم قد ايه الدماغ دي ممكن تقول اي حاجة حتى لو كانت حاجة مبالغ فيها، زي مثلا لو فكرت بعقلك شوية هتلاقي ان كمية التهم اللي موسى بيرميها على امه مبالغ فيها، الا لو فعلا بنتكلم عن شيطان مش انسان عنده رحمة وفطرة طبيعية. تناقض بين الحاجات اللي امه عملتها فيه حسب وصفه، مش ممكن تكون كل ده سوا، ما بالك بقى لو حد بيقولك تعمل كده والحد ده هو امه. انا مع ان الفن والابداع لازم له حبه بهارات ومبالغه زي اي حاجه، الاكستريم بتاعها هو امتح حاجه، لكن انا شخصيا مع البارات دي حسيت ان لا، في حاجه غلط، وده ما يمنعش ان بطاريه التعاطف مشحونه على اخرها من كميه الالم والتشبيهات اللي في الكلمات. عقلي بيقولي ان لازم يكون في شماعة نرمي عليها مشاكلنا، حد يشيل الليلة زي ما بيقولوا، ويا حبذا لو الحد ده مش موجود ومش هيعرف يرد ويدافع عن نفسه. موسى كان نفسه زي اي حد يكون وسيم، لكن ربك اختار لك شكلك وجسمك ولدغتك، وعدم قبولك لاختيارات ربك عقابها بيكون ان نفسك اللي رفضت اختيارات ربك تكون هي اللي متحكمة فيك، فتلاقي نفسك بتهلك وتهلك وتهلك من نقرة لضحضيرة زي ما بيقولوا. زي ما قلنا من شوية، البلاء لا يرفع الا لما ترضي بيه وتسلم له، زي ما قال الشيخ الشعراوي. اللي بعد كده هي مرحلة اقوى بكتير من الاسم اللي هسمه لها، مرحلة اخذ الحق، اخذ الحق من امه ومن نفسه ومن كل حد موسى شافه. مرحلة اسوأ بالنسبة لاحمد ابراهيم واحلى بالنسبة لموسى، لانها مرحلة الانتقام وفرض سيطرة موسى اللي بينتقم من كل احساس جرحه. أخد الحق اللي موسى مش واخد باله بينه ان انتقامه ده هو انتقام من نفسه، لانه باللي هيعمله في تراك سلام وتراك مفيش هو كده بيضحي بنفسه عشان يفوز بحرب هو اللي عملها جوا دماغه. الغاء السلام وبدء الحرب هو قرار محتاج قوة رشيدة تكون واخداه، مش ناتج من ضعف ومعاناة واغراءات الشيطان اللي هنفهمها اكتر لما نروح سوا في الجزء الرابع من شرح البوم اوفي في الحلقة اللي جاية. هنفهم سوا كل الطلبات اللي شيطان موسى امره ينفذها، وازاي موسى وافق عليها بدون تفكير، وازاي الشيطان ضغط عليه اما فكره بان شكلك الوحش وشخصيتك اللي انت مش حبيبها دول هيتغيروا، انك هتحوز على القوة والقدرة والسيطرة اللي انت محتاجها عشان تغير كل اللي انت عايش فيه دلوقتي. بس اللي انا عايز اسأله لك هنا بدون سكريبت، الجزء ده من غير اي سكريبت ومن غير اي حاجة، هل انت مقتنع ان ده طبيعي؟ يعني ممكن يحصل كده؟ ممكن ام تعمل كده؟ امك اللي قاعدة جوه دي ممكن تعمل فيك كده؟ ممكن وانت صغير تكون عملت معاك كده؟ او في البيت اللي جنبكو يكون صاحبك بتعمل معاه نفس اللي موسى بيحكي ده؟ هل ده طبيعي ولا كل ده تأثر بافلام اجنبي ومخدرات واصحاب وخاله واسع شوية فبيسرح فبيجرب فبيحاول يلم تعاطف؟ هل انت متخيل ان كل ده طبيعي؟ انا شخصيا ما عنديش اجابة، لكن اعتبر ده سؤال الحلقة، انت مقتنع ان ده ممكن يكون حقيقي؟
ولا زي ما موسى قال كل اللي فات من وحي عقلي انما اللي جاي بجد. بس خليني اقولك حاجة، ايا كان هو بجد او خيال او من وحي عقله او حصل فعلا، ده ما ينكرش ان موسى فنان لا يعلى عليه، فنان حقيقي بيعرف يعيشك في المود، يعرف يخطفك كده ويدخلك جوا عقله ويقعد يشرح لك حاجة ويسحلك فيها. واللي مخليني اكمل في اني بعمل السلسلة دي رغم ان الالبوم كله نازل 2018، يعني عدى 5 أو 6 سنين على الالبوم ده، ان دي حاجة حقيقية لمستني انا، فاكيد لمستك انت كمان، لان انا وانت شبه بعض، فزي ما انا اتأثرت بيها اظن انت كمان متأثر بيها. لكن حقيقي انا دماغي بتوجعني بمجرد ما بسمع اي اغنية من البوم اوفي، وعشان كلام الاغاني دي حقيقي انا مكمل في شرح الالبوم ده حتى لو ما جابش فيو واحد. واوعدك اننا هنفهم كل ده واكتر بمجرد اما تلاقي اشعار من بطن الحوت ان فيديو جديد نزل، فاستأذنك تتأكد انك عملت اشتراك في القناة ولايك على الفيديو، واشوفك في الرحلة رقم 4 قريبا جدا. وكالعادة نورت بطن الحوت. قوايا العقلية لا تحتمل نفاقكو، تحتمل تقل البيت لكن بتحتفل بغيابكو، سبت الكوكب وحاجته ليه النيزك لا يسقط، فانتازيا ودراما كوميديا فطحانة، ما تشاور ليش ما تبص ليش، شايفك انت الشيطانة، فما تعمليش بريء انا البارد وسط النار.